في هذا الفيديو رح نحكي عن حل مشكلة خروج الصوت من جهة واحدة أو من أذن واحدة للسماعات للكمبيوتر واللابتوب. السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ إن شاء الله ديما تكونوا بألف خير. معكم أخوكم أحمد، رجعت لكم اليوم بمقطع سوري سنتوري جديد. مقطع اليوم جماعة الخير رح يكون عن موضوع انطلب مني الآونة الأخيرة في أكثر من تعليق شفته بصراحة، عن مشكلة خروج الصوت من أذن واحدة أو من جهة واحدة من السماعات، سواء كانت سماعاتك قديمة لسه يعني مفرمت أنت مثلا البي سي تبت ويندوز جديد وشفت عندك المشكلة، أو حتى في ناس اشترت سماعات جديدة وعندها هاي المشكلة. الحل بسيط جدا وسهل، رح نشرح الطريقة على ويندوز 10 أو 11، فبدون ما الحكي كتير يا اخوان. زي ما بتشوفوا قدامكم على هاي الصورة، اغلب نسبة اللي يشاهدون القناة مش مشتركين، فالله يسعدك يا رب. اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس وخلي الاشعارات على الكل. اوكي شباب، اولا راح نروح لخيار ستارت او لعلامة الويندوز هنا تحت، بعدها بنروح ونضغط على خيار سيتنجز او الاعدادات بالنسبة لويندوز 10. بنروح هون لهذا الخيار يا اخوان، ايز تو اوف اكسس، نضغط عليه ضغطة. بنروح ندور على خيار اوديو، هذا هو خيار اوديو. هون عندك هذا الخيار تيرن اون مونو اوديو، فنتاكد انه احنا مش مفعلين هذا الخيار، خطوه ضروري جدا ومهمه جدا شباب، هاي بالنسبه لويندوز 10. بالنسبه لويندوز 11 شباب فبنفس الطريقه تقريبا، نروح لخيار ستارت، نروح للسيتنجز او الاعدادات، بعدها في عندنا سيستم، هذا هون في عندك خيار ساوند، فبتيجي هون هذا مونو اوديو، مونو اوديو، وبتشيل علامة الصح من هذا الخيار إذا كان on، بترجعه off عشان نرجعه من المونو للستيريو، عشان خيار المونو هو اللي بيخلي الصوت يطلع من أذن واحدة، فبنتأكد أنه إحنا مش مفعلين هذا الخيار. وفي خطوة كمان رح نعملها يا إخوان، رح نروح للبحث ورح نكتب control panel، control panel، نضغط ضغطة. بعد الشباب رح نروح لخيار ساوند، هذا الخيار، او اذا لقيته هيك الكاتيجوري بتروح لهاردوير اند ساوند، هون بتختار خيار ساوند هون، بعدها بتلاقي السبيكرز الشغالة عندك هون، فبتضغط عليها ضغطتين، بتروح لليفلز هذا الخيار، بتيجي هون للسبيكرز، هون نيجي لبالانس، ونتأكد انه هذول الخيارات كلها على 100%، 100 هون و100 هون، بعدها اوكي، بعدها هون ابلاي، وبعدها اوكي، ابلاي كمان هون، وبعدها اوكي، وخلص باذن الله نكون حلينا هاي المشكله وتخلصنا منها. اذا لسه مستمره عندكم اكتبوا لي تحت في الكومنت، ان شاء الله نشوف حلول ثانيه، ولكن اعتقد هذا هو الحل الوحيد لهاي المشكله، وان شاء الله تشتغل معكم بدون اي مشاكل. لا تحرمونا من اشتراككم في القناه يا اخوان. في فيديو كمان موجود على القناه لزياده صوت الكمبيوتر واللابتوب للسماعات 5 أضعاف بدون فقدان الجوده بدون خشخشه، برنامج شاركت معكم ممتاز وخرافي جدا، راح تلقوه على القناه. فلا تحرمونا من اشتراككم في القناه يا اخوان، اذا ما كنتم مشتركين فعلوا زر الجرس وخلوا الاشعارات على كل لايك الفيديو عشان ينتشر ويوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. ما ضل شغل، ودعكم على ما ان شاء الله اشوفهم في فيديو مقطع اسطوري سنتوري قادم. سلام عليكم ورحمة الله.